يا مساء الخير، اهلا بيكو حبايبي. برج الثور يا دلع ودلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الله اكبر. مبدئيا الثور حاسس، اولا حاسس ان هو حر، يعني انا حر افكر في اللي انا عايز افكر فيه، اعمل اللي انا عايز اعمله في الوقت اللي انا عايزه. شايفه ان هو عنده حريه وعنده قياده. تمام، عندنا 7 اوف وانز، ف اولا افكاره كتير جدا، يعني مفيش مشكله عند الثور شايفاها الشهر ده ملهاش حل، يعني بعون الله انا هحل اي حاجه. فشايفاه في حاله استعداد حلوه جدا جدا، وفي حاله يعني قوه، شايفه عنده قوه وافكاره حلوه جدا جدا، يعني بروبلم سولفر نمره واحد. تمام، كوينز بالنسبه للحاله الماديه، اما الثور يعني بيستهبل في صرف دلوقتي. تو اوف كوينز، يعني بصوا اللي بيجي بيتصرف، يعني ما تدوش فلوس خالص الثور الشهر ده. كانه هو الحمد لله بيجي له، يمكن ايا كان كتير او قليل بس بيصرفه على طول. طيب برج الثور، طبعا دي حريتك الشخصية، بس يعني دايما اعمل حساب لبكرة. الحالة المادية شايفاها مش مستقرة الشهر ده، او يمكن انت السبب فيها انه انت اللي بيجي لك بتصرفه، بس هو شكل من اشكال عدم الاستقرار المادي. تمام، شايفة عند برج الثور كمان اما ان هو بيعمل رياضة معينة، تمام، بتتطلب مرونة في جسمه، ويمكن دي تكون نصيحة كمان لبرج الثور. خلي بالكوا لو الحاجة هي إيجابية ومش حاصلة معاكوا، ممكن يعتبر الكارت ده هو نصيحة. النصيحة اللي جاية للثور إن أنت تتحرك، طاقتك حلوة جدا والصحة شايفها كويسة جدا، حاول إنك أنت تلعب رياضة وتحرك كده جسمك. أوكي؟ تمام. عاطفيا بقى، لا في حالة عاطفية عند الثور لم يسبقها مثيل. شهر ما شاء الله روعه، بصوا الحلويات. اول حاجه ده 8 اوف كابس. الثور يا اما داخل علاقه جديده ويعني عايم في بحر الحب، تمام، غرقان، يعني غرقان لشوشته، مشاعر كتير قوي قوي عنده، يعني بص بيحب، لا بيحب قوي قوي قوي، سواء علاقه جديده او قديمه يعني. بس خلينا نقول ان الحاله دي الواحد ما بيحسهاش قوي غير في العلاقات الجديده، علاقه لسه جديده، فهو بقى ايه، خلاص يعني مغيب، بيبقى الانسان شبه مغيب. تمام، او انه هي علاقه قديمه بالفعل بس الثور يعني كانها جديده بالنسبه له. غرقان غرقان في الحب، بيحب شريكه جدا جدا، وشايف ان هو في حالة سعادة غير طبيعية، وبيبتدي يتصرف تصرفات يعني طفولية جدا، كأنه رجع طفل صغير بيمرح بيلعب. مش شرط على فكرة يكون للناس اللي داخلة في العلاقة جديد او في العلاقة، لا الثور حتى السناجل بشكل عام شايفاه childish، يعني بيعمل تصرفات كده اطفال، يعني بيلعب بيجري بيتنطط مبسوط. شايفه ان هو ما شاء الله روحه المعنويه الشهر ده مرتفعه جدا جدا جدا، وبرده الكارتين دول بيوحوا لي باحساس من الحريه، يعني حاسس ان هو حر طليق، ده احساس فعلا حلو، يعني ممتع فعلا. الثور عنده ايه كمان؟ انا شايفه انه الثور عنده كارت جادجمنت، ده بيقفل مساله كانت معذباه وتعباه. خدوا بالكم بقى قوي 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 من الحته اللي جايه دي. دي حاجه كانت مقرقه حياه الثور وارفاف عيشته، وكل ما يفتكرها يتوجع ويتالم ويحس ان هو مدمر. تمام؟ الثور بيقفل المساله دي وما بيرجعلهاش تاني، من ناحيه ان لو اتذكرت قدام حد فكره بيها الرياكشن بتاعه مش زي قبل كده، مش زي ان هو يتوجع كده ويزعل ولا كانه سامع حاجه،
الموضوع فعلا اتقفل من جواه. بس ايه اللي خلاه يتقفل تفتكروا ايه؟ ان هو خلق السعاده جواه. يعني خلينا نقول هو فكر بالتفكير ايجابي ونجح ان هو يمسح اللي حصل ده باستيكة خلاص. يعني هو بدل الطاقة السلبية اللي كانت عنده بدلها بطاقة ايجابية، فبالتالي الحاجة اللي كانت تعباه اختفت. ده فعلا حاجة تثبت يا جماعة انه احنا اللي بنقرر المشكلة هتأثر علينا لأنهي مدى. هل هتأثر علينا لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة 6 سنين، ولا العمر كله، ولا مسافة ساعات؟ انت اللي بتحدد. وهي طاقة لسه تبقى موجودة، وبإيدك انت تخليها طاقة فرح وسعادة او تخليها طاقة أسى وحزن. فأنا شايفة إنه بناءً على اللايف ستايل اللي عمله الثور، اللي هو بيلعب رياضة تمام، عمال يتشقلب، جدد من طاقته تمام، الدماغ اللي عمالة تنور دي والأفكار الحلوة اللي هو عمال يحسها والقوة اللي هو حاسسها من جواه، والقوة قوة عقله قد إيه أنا مسيطر على عقلي، ده حاجة. وشوية فن، شوية لعب كده زي الأطفال، مبسوط انا تمام، بقى مبسوط فعلا والموضوع بالنسبه له انتهى تمام. الكارت ده كمان بيوحي لي برج الثور اللي كان بيعاني من مشاكل صحيه، تعبان من حاجه، بيعاني من حاجه كمان الحمد لله شفاء. كارت بقى ده 9 of Wands، ده انا شايفه انه برده العيله، اما دي بدايه عيله جديده عند برج الثور تمام، أو عيلته هو العيلة قائمة بالفعل، بيقضوا وقت فعلا مشرق، يعني حاجة فعلا توحي بالاستقرار، بالحب. يعني هو أبو وأم بيراعوا أولادهم قوي، بيخرجوهم، بيقضوا وقت family time، بس quality family time، مش خروجة بقى فيها نكد، فيها قرف، لا، دي فيها استمتاع وحب وحاجة ان شاء الله يعني فعلا حلوة جدا. ودي برضو اللي ما بيحصلش عنده كده، دي نصيحة لبرج الثور، دي حاجة كمان هتعزز الاحساس اللي عندك جدا 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 وهتثقله اكتر. عندنا The Hermit كمان، الثور بالنسبة يمكن ده الكارت ده يكون يخص العمل عند برج الثور. الثور كأنه منسحب شوية من العمل، بس هو مش منسحب يعني بيمشي بيسيب شغله، لا هو منسحب شوية لأنه عايز يبص على الموضوع من بعيد شوية. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ طيب انتوا عايزين تأذوني ولا انتوا عايزين تعملوا لي مشكلة؟ يعني شايفة ان الثور بينسحب شوية، بياخد يعني تايم اوت كده من شغله، وعايز يبص على زمايله او شركائه في الشغل من بعيد شويه، ان هو يقيمهم صح. وده ذكاء منقطع نظير يا برج الثور، وده فعلا انت لازم تعمله، لان انا فعلا شايفه انه في ممكن يكون في اعداء فعلا تمام. فابعد كده وبص من بعيد، احط اختبارات، يعني حاول تعمل اختبارات كده، يعني بحيث ان انت تعرف الناس دي فعلا ناوية على الغدر، او ناوية ان هم يعني فاهمين قصدي يلبسوك في حاجة، يبقوا هم مثلا عاملين غلط ويلبسوها لك. الحاجات اللي بتتعمل دي اللي يعني ربنا يسامح اللي بيعملوها، يعني الاتموسفير اللي مش كويس بيبقى في الشغل. فشايف ان هو منسحب شوية، بس خلي بالك تقول واخد باله قوي، واخد باله جدا. انا بقى بكلم الناس اللي بيتعاملوا مع برج الثور في مجال الشغل، لا ده مش سهل. اوعوا تفتكروا ان انتوا ممكن يعني تضحكوا عليه، او ان انتوا تستغفلوه، او تيجوا عليه باي شكل من الاشكال. ده صاحبكم جدا ومركز جدا جدا جدا. القراءه الروعه يا برج الثور، بجد حاجه روعه، يعني بجد برافو عليكم، انتوا الشهر ده مثال يحتذى به. تعالوا بقى نشوف قرايه الثور عاطفيا.
بصوا بقى التور حالته عامله ازاي؟ لا عاطفيا انا شايفاه كويس قوي، كويس قوي. بالاس اوف وانز، لا بيت، يعني لو هو بيت فالبيت ده منور، نور طاقه، نور حب، نور سعاده. ممكن يكون البيت ده انت من جواك، برج الثور ما شاء الله منور سعيد مبسوط متفائل. بالنسبه للحب هو مبسوط جدا دلوقتي، انا شايفه ان حالته كويسه، يعني ساتلد ساتلد مستقر. تمام. شريك الثور الناحيه الثانيه عنده 7 اوف كوينز. انا شايفه ان هو يعني هو كمان كارت ايجابي جدا وحلو جدا، بس انا شايفه ان هو مهتم بالماده قوي، مركز في الماده جدا. ويمكن يكون تقريبا كانه اشتغل على حاجه كتير قبل كده ولسه ما خدش، يعني ما جناش او ما حصلش اللي هو اشتغل عليه، فبيحاول هو يحصده دلوقتي. كارت ممكن يكون لي معنى تاني برضو بيوحي لي بالعطاء بدون مجهود، يعني الثور مش محتاج يطلب من الشريك علشان يهتم بيه او عشان يجيب يديله حاجه، لا هو دائما بيديها له لوحده. اوكي. ذا لافرز، الثور عايز ايه؟ ذا لافرز، اولا الثور بيحب شريكه جدا دلوقتي. لو العلاقه دي لسه ما دخلتش في نطاق رسمي او ان هم علاقه جديه يعني، فانا شايف ان هو عايز ده، انه العلاقه تبقى خلاص بارتنرز بجد. لو هم مرتبطين بالفعل فهو شايفه يعني عايز يقرب منه اكتر، عايز يبقى فعلا يبقوا كانهم شخصين في جسم واحد، في شخص واحد، يعني جسمين سوري في شخص واحد، فعايز يقرب جدا جدا من شريكه. الشريك عايز ايه؟ ده كارت اسمه جاستس، العداله. تمام. فخلينا نقول لو كان الشريك ظلم الثور قبل كده فهو حابب يعدل ميزان العدل، ان هو يعوضه، ان هو ينصفه، ان هو يعني العدل، يحقق العدل. جاستس ان هو يظهر معناه ان حصل ظلم قبل كده، فان هو الشريك عايز يعمل ده فدي حاجه حلوه جدا جدا، يعني يا ريت وان شاء الله تقدر وتعوض شريكك اي حاجه انت ممكن تكون اتسببت فيها او ما تسببتش فيها، يعني ممكن يكون شريكك مظلوم من حاجه ثانيه مش انت مالكش علاقه بيها خالص، فانت بتحاول انك انت تعوضه او تجيب له حقه. تمام. عموما الكلتا الحالتين هايلين. الثور شايف شريكه ازاي؟ اما ان الثور في حاله ندم، ندمان جدا من جواه، هو بيتعذب من حاجه معينه، اما ان هو اخطا فهو يعني موجوع بسبب الخطا ده، او ان في حاجه بره الموضوع خالص وجعاه وتعباه، بس هو الوجع في القلب، يعني هو كويس الحمد لله صحيح وكل حاجه، بس هو متعذب من يعني نفسيا متعذب من حاجه. طيب الشريك الثور شايفه ازاي؟ بصوا هو الكارت غريب فعلا في وسط القراءه، بس ده اللي انا شايفاه، انه ده الشريك شايف الثور ازاي. هو عامل حواجز حوالين نفسه، اللي هو لا ما تهاوبش هنا، لا انا مش هسمح لك تاني، او يعني عامل زي سور حواليه بيحمي نفسه وده طبعا يمكن يكون ده رياكشن طبيعي نتيجه ان هو اتقرص قبل كده، فحاطط حواجز بيحمي نفسه. تمام. والشريك حاسس بده، شايف الحواجز اللي انت عاملها، انه لا انا يعني مش هبين لك قوي ان انا يعني ان انا بحبك او ان انا عايزك، فاهمين قصدي؟ فهو عامل لنفسه حاجز او درع انه الشريك ما يعرفش ان هو يختاره. تمام. اوكي. الطاقه ما بينكم 10 اوف كابس، زي ما قلت لكم الطاقه ما شاء الله ما فيش بعد كده، لا 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 حب كتير حب كتير حب كتير، يعني
سواء بتبينوه او ما بتبينوهوش لبعض يعني، لكن انا شايفه حب متبادل كتير جدا ما بين سو وشيكو، شايفه مراح كتير جدا، وشايفه احتفالات ممكن يكون احتفالات كمان. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده عند برج الثور عاطفيا؟ تمام، عاطفيا خلينا نقول موت مرحله وبدايه مرحله جديده، كويس؟ وده بالظبط اللي انا حسيته في ما تخافوش من الكارت، يعني هو شكله يخوف بس دي موت مرحله، في مرحله كان بيمر بيها الثور خلاص ماتت انتهت ومستقبل مرحله جديده، عمليه تحول. اوكي، التحول يعني ممكن جدا يبان ايجابي في ساعتها اول لما يبتدي او اول ما تبتدي تحس او تشوف مرحله التحول، هتشوف ممكن تشوفه على طول ايجابي، وممكن تشوف الاول سلبي بعدين تفهم ان هو ايجابي وتقتنع انه فعلا المرحله دي كانت لازم تنتهي. فسواء حسيت ان الموضوع ايجابي او ما حسيتش فهو ايجابي، في انتهاء مرحله كان لازم تخلص، اوكي، وهندخل في مرحله جديده فيها شمس اكتر، فيها رؤيه احسن، فيها اكسبيرينس اكتر. فعمليه التحول دي ضروريه، فخلينا نقول ان البدايه دي ابتدت الشهر ده. تمام، ايه المتوقع يحصل؟ وطبعا احنا بقى حته التوقعات دي مش عايزين برضو نركز عليها قوي. شايفه في شهر، احنا بنتكلم كده بقى في نص شهر 7، ممكن يكون في خساره ما بتحصل للثور او شريكه، لا قدر الله بعيد الشر، فقدان لشخص، فقدان لشيء، في حاجه بتروح من برج الثور، او ممكن تكون لشريكه بس هي لان هم قريبين قوي ممكن تاثر على الثور بنفس الشكل يعني. اوكي، يمكن الله اعلم ممكن يكون دروب يحصل ما بين الثور وشريكه انه بيبعدوا لسبب ما، بس شايفه في شهر 8 بترجع العلاقه احسن من الاول تاني، وبيبقى في ايس اوف كابس، في هنا حاله حب جديد كانه حب فريش يعني، ما شاء الله ازاي بتعرفوا تجددوا من العلاقه بالشكل ده. الناس اللي مش مرتبطه برده شايفه ممكن يكون اتمام للارتباط رسمي في شهر 8 ان شاء الله. ربنا يسعدكم ان شاء الله كلكم، حلوه جدا ومميزه.